ازيك شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب هنكمل باذن الله حل يونت 3 اولى ثانوي صفحه 151. قبل ما نبدا الفيديو ما ننساش نعمل سبسكرايب ولايك الفيديو عشان ندعم القناه، ويلا بسم الله. طيب she was made all a the house alone، يبقى طبعا she was made to clean. she was made to clean. ما ينفعش يا شباب نبدا نحل حاجه قبل ما نذاكر، تمام؟ حليت حاجه قبل ما تذاكر فاعرف ان انت كده بتضيع مجهود على الفاضي ووقت، تمام؟ تذاكر الاول المعلومات اللي عندك في صفحة 150 و151 فوق، تمام؟ بقيت المعلومات اللي فوق، بعد كده تقدر ان انت تحل، تمام؟ غير كده مش هتعرف تحل. طيب ليلى يجولي check her teeth ولا has her teeth checked، اوكي، ولا get her teeth checked برضو، ولا has a checked her teeth. طيب طبعا تبقى checked her teeth. طب ليه مش get؟ عشان ليلى ايه؟ مفرد، صح؟ يبقى المفروض gets، صح كده؟ طيب are a small family، طبعا ايه هتبقى the Rajabs. لما اجي اطلق الاسم على العائلات اسم العيلة بحط the وايه بزود على الاسم s، بحط the وبزود على الاسم ايه s. طيب the poor man is miserable، احنا قلنا صفات الايه الشديدة، تمام؟ طيب ما ينفعش احط قبلها ايه fairly او very، تمام؟ انا بحط قبلها مثلا absolutely، كليا وتماما، ولازم تبقى ظرف، اوكي. طيب بعد كده I suggest بس كده من غير فاعل هنا او من غير مفعول اقصد، باخد بعدها فعل ing، يبقى I suggest visiting، بقترح الايه الذهاب. طيب your success has us happy، طبعا has a made us happy، نجاحك خلاهم سعداء، تمام؟ طيب سابوليس دي دايما يا شباب معناها الحكومة، تعمل معاملة الجامعة، تمام؟ تعمل معاملة الجامعة. طب is مفرد، has مفرد، are و have. طيب are looking for ولا have looking for، طبعا هتبقى are عشان فعل عندي ب ing، يبقى are looking for، تمام؟ طيب اللي بعد كده why don't you، بعد why don't you بستخدمها للايه؟ للاقتراح، معناها لما لا. بيجي بعدها يا شباب فعل في المصدر، يبقى طبعا تو سي، لا مش عايزه تو سينج، لا طبعا في اي ان جي عند سو ماضي، يبقى سي ده الوحيد الايه المصدر. طيب بعد كده رودينا هاز تو انت، طيب وان از ا تيشر اند ذا اذر از ايه ا دكتور، يبقى هنا ايه وان دي قصده على ايه؟ على الخاله الاولى. طيب اي سجست سما، هنا عندي ايه؟ انا اقترح، ماشي. بعدين سما هنا ايه؟ هنا سما ايه؟ شخص، يبقى ده المفعول، اقترحت على سما، يبقى فعل في المصدر. طب لو ما كانش في سما كنت هتبقى going على طول، تمام؟ طيب the disabled، الناس المعاقين، the disabled ده بحط ذا للصفة وبتبقى ايه جمع، بعملها معاملة الايه الجمع، يبقى طبعا ايه needs، لا needs دي مفرد، has needed مفرد برضو عندي has. طيب were needed ولا اصلا ما ينفعش اقول were needed، دي كده غلط، ماشي؟ ده كده يا اما مبني المجهول، ها، لا اما تركيبتها غلط، يبقى عندي need بيحتاجوا ايه more care and interests، محتاجين ايه عناية اكتر واهتمام اكتر، تمام؟ طيب how about معناها ماذا عن، بيجي بعدها فعل ب ing، how about watching، اوكي. طيب بعد كده I go to the park once، طبعا اسمها ايه once a week، يعني ايه مرة في الاسبوع. طيب the old man made me his bags، يبقى made me ايه يا شباب؟ طيب caring، لا طبعا، ها made me to carry ولا carry، انا دلوقتي ما عنديش غير ايه؟ ما عنديش غير الاتنين دول، هتبقى carry، تمام؟ ما ينفعش معايا غير الاتنين دول، تمام؟ طيب بعد كده the poor، الفقراء، never، طبعا قلنا ايه the والصفة، يبقى جمع، يبقى انا عايزة ايه؟ يبقى انا عايز ضمير جمع، ما ينفعش has وما ينفعش is. never are enough ولا never have enough money، طبعا never have enough money، تمام؟ طيب an accountant، المحاسب، طبعا دي يا شباب اسمها ايه؟ makes a good manager، يعني بقى ايه good manager، مدير جيد، تمام؟ دي في حفظ كده في اللغة عامة. طيب my mobile rings at least 3 times، طبعا ايه an hour في الساعة، يرن 3 مرات في الساعة. نوقف الفيديو ونبدأ نقرأ القطع كويس جدا جدا. هي القطعة دي بتتكلم عن الستريس،
اللي هو الضغط النفسي، تمام؟ ونبدأ بعد ما ايه قرأت الايه القطعة. لو مش فاهم فيها اي حاجة اكتبولي في الكومنتس واساعدكم في فهمها، تمام؟ طيب one of these is not the symbol of stress، حاجة مش من اعراض الايه الستريس. تعالوا نشوف كده واحدة واحدة. You no longer enjoy watching football match، انت مش مستمتع بالايه بالفوتبول ماتش. بيقولك مش من اعراض، خلي بالك من نقط. طيب for 2 days you have been unable to sleep until early morning، انت مش عارف تنام لحد ايه الصبح. لا طبعا ده برضو من الستريس. Your team wins an important tournament، كسبوا الدوري، فريقك كسب الدوري، هقول ده من اعراض الستريس؟ لا طبعا، دي حاجة تبسطني فده مش من الستريس. طيب بعد كده one of these words is synonyms of swings. Swings هنا معناه يا شباب ايه؟ انا ما اقول ايه I have two swings، يعني انا عندي اتنين مزاج، ماشي؟ يعني تغيرات، المزاج هو التغير او التقلب، ماشي؟ يبقى انا عندي هنا ايه change. swings هنا معناه ايه التقلب، هي هيها changes اللي هي برضو ايه بيتغير او بيتقلب. طيب choose an activity that might provide a relief from a stress، يعني ايه بتخفف الستريس، ماشي؟ طيب driving in rush hours of traffic، بيقولك سواقه في rush hours في ساعة الذروة في الايه في الترافيك في المرور، لا طبعا ده بيؤدي لستريس شديد. watching a funny movie، او لو اتفرجت على funny movie هيخفف الستريس. طب تعال نشوف الباقي برضو. making fun of someone، making fun يعني بتسخر من حد، ماشي؟ of someone يعني انت ماشي وبتسخر من حد، لا طبعا انت تسخر من حد ده مش هيخليك ان انت مش متوتر يعني. طيب not listening to some a songs، بيقولك not، لا احنا قلنا من الحاجات اللي بتخفف الستريس هو watching TV listening to music، تمام؟ طيب every little thing seems to make you angry، كل حاجة صغيرة بتخليك ايه اي حاجة بسيطة بتخليك متعصب. maybe you are، انت اكيد ايه stressed about something، متوتر بشأن حاجة معينة، مضغوط بشأن حاجة معينة، تمام؟ اكيد مش not eating well هيخليك متعصب من كل حاجة. just a like everyone else، شبه اي شخص تاني، لا برضو. طيب going for a picnic، انت رايح بيكنيك رايح نزهة، ايه اللي هيخليك متعصب يعني، تمام؟ طيب according to the passage، according to the passage يعني وفقا للقطعة. mood swings happen when، طبعا دي مكتوبة من النص، بيقول لك ايه المود swings ان احنا بيحصل لنا تغيرات او تقلب في المزاج امتى؟ ها your friends ask you to do something dangerous، لما اصدقائك يطلبوا منك ان انت تعمل حاجة dangerous خطيرة. ولا you get a to the heart from the problem، ولا you lose interest in something you enjoy، لما انت بتفقد الاستمتاع بحاجة انت كنت زمان بتستمتع بيها يبقى ده اللي اسمه stress، ده فعلا ايه اسمه ضغط. انت زمان مثلا كنت بتستمتع بحاجة معينة انت معدتش حابب ان انت تعمل الشيء ده، تمام؟ طيب your friends argue to do something dangerous، اصدقائك بيخلوك ايه تعمل حاجة خطيرة. طب this a worth to try، يستحق التجربة، ولا be pressure، طبعا ضغط ذاتي او نفسي، ولا reasonable advice، طبعا لا مش دي مش نصيحة. relief from a pressure، بيخفف الايه الضغط، لا طبعا ده ضغط ذات نفسه، تمام؟ ان حد يطلب منك ان انت تعمل حاجة انت مش حاببها ده يبقى ضغط، تمام؟ طيب taking drugs when you are stressed، ان انت تاخد مخدرات لما انت ايه متوتر او مضغوط. eliminates your problem، بيمحي البروبلمز بتاعتك مشاكلك، لا طبعا. اوكي يبقى اول واحدة لا. طيب is permanent solution، يعني ايه دائم، يعني حل دائم، لا طبعا. temporary solution which will turn to be a problem، طبعا اللي هو ايه حل مؤقت، ها ده يعتبر ايه حل مؤقت which turn ايه to be a problem، هيبقى مشكلة فيما بعد، تمام؟ ده كده يا شباب التمارين بتاعة صفحة 154. بالتوفيق يا رب. ما ننساش نعمل سبسكرايب ونعمل لايك للفيديو. انا مش عايز اطول الفيديو عليكم عشان يبقى خفيف كده، تمام؟ في الفيديو الجاي بإذن الله هنكمل بقية حل الترجمة، وفي صفحة كده مراجعة على يونت 3 كامل. ولو انتوا حابين نعمل مراجعة كاملة على كل الـ القواعد وكل اهم الحاجات يعني
اهم الفوكابلاريز بتاعت او حروف الجر كلها، يعني اهم الحاجات في يونت 3. اكتبوا لي في الكومنتس برضو، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك الفيديو وكومنتس، ودعموا القناة ودعموا الفيديو. يلا بسم الله.